والآن وقفة مع آخر أخبار المالي والأعمال. نعم، الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا رغدة أبو ليلى، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن مشاركة كبرى المؤسسات المالية الدولية في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يعكس أهمية هذا المنتدى. جاء ذلك في بيان لها حول فعاليات انطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى المقررة يومي 8 و9 من سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضحت المشاط أن هذا المنتدى يؤكد الدور الريادي لمصر والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالتعاون متعدد الأطراف ودعم الجهود الهادفة للشركات الدولية الفعالة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا تكامل خطط الاستكشاف التي تنفذها الوزارة من حيث العمل في مناطق جديدة وكذلك إعادة تقييم المناطق القائمة باستمرار. وأضاف الملا خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة بدر الدين للبترول ورشيد للبترول والبرولوس للغاز أن الاحتمالات البترولية بمنطقة الصحراء الغربية لازالت شواهدها تعطي دلائل مبشرة في وجود احتمالات بترولية وغازية جيدة لم تكتشف بعد، وأنه مع التطور المستمر للتقنيات وأعمال البحث والاستكشاف ليتم التوصل لطبقات إنتاج أعمق لم يتم اكتشافها من قبل من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة. استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سيمنز بالشرق الأوسط هيلمت فون ستروف، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين قطاع الكهرباء والشركة. وأكد وزير الكهرباء عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة في التعاون مع شركة سيمنز في مختلف المجالات. من جانبها أشاد ستروف بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء في مصر في تحقيقها. استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الوفد الروسي من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة الروسية والمؤسسة التنموية الوطنية وكذلك ممثلي الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار بالمنطقة. وخلال اللقاء عرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهم المطورين الصناعيين الذين يعملون داخل السخنة فضلا عن المشروعات القائمة بالفعل والتوسعات التي تشهدها بعض الكيانات الصناعية. وأعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي أن الخطوات التنفيذية لبدء عمل المنطقة الروسية داخل المنطقة الاقتصادية ستكون بداية العام المقبل على أقصى تقدير. تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لعدد من العمارات بالمشروع، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة تضم حوالي 1924 وحدة سكنية، بجانب تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي على مساحة 51,000 متر مربع، ويضم مطاعم وسينمات وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع حوالي 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول. قال سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد أن مصر أصبحت الشريك التجاري الأول لكندا في أفريقيا والشريك التجاري الثاني في الدول العربية. جاء ذلك خلال كلمة للسفير المصري بكندا أمام الاجتماع الشهري لمجلس الأعمال الكندي العربي. وقد استعرض السفير المصري الفرص الاستثمارية القائمة والتعاون الاقتصادي بين مصر وكندا متناولا الإنجازات في مجالات البنية التحتية والطاقة وجذب الاستثمار الأجنبي والسياحي. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت مؤشرات السوق التعاملات على ارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء
من المتعاملين العرب. ارتفع رأس المال السوقي حوالي 668 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 736 مليارا و155 مليون جنيه. ونتحول إلى المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 45% ليغلق عند مستوى 11163 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 53% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة. تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس، وذلك بعد مستوياتها القياسية المرتفعة في يوليو متضررة من هبوط حاد للتفاؤل في فرنسا وهولندا. وتراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية المفوضية الأوروبية الصادر اليوم إلى 117.5 في أغسطس من مستواها القياسي المرتفع عند 119 في يوليو. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.